القانون طبعا جاء ليحمي خصوصية الأفراد وحياتهم الخاصة. بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي أكيد أن هناك فوضى عارمة ترتب عليها أن الناس بدأت كتمس في الخصوصية ديالها، كتنشر لها الصور ديالها في أماكن خاصة، كيتم تشهير بها وبعائلتها، كيتم أيضا التقاط محادثات خاصة وسرية وفي وضع خاص وتتم النشر ديالها والفضح ديالها. كيتم أيضا صنع تركيبة ديال تسجيلات صوتية أو صور أو فيديو ديال شخص يعني بالفوتوشوب، والتي يتم التلاعب بها وتتم نشرها وتشويه الصورة ديال ذاك الشخص. أكيد أن المشرع المغربي تدخل بمقتضى القانون الرقم 133 خصوصا في المادة 447-1 وجرم الأفعال هذه، عندما نص في هذه المادة على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20 درهم كل من قام عمدا، بمعنى دارها بالقصد ودارها متعمدا، من قام عمدا باش بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بمعنى تليفون بلاباري صور بيدو نشرها في رسمها في حائط، يعني بأي وسيلة من الوسائل بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط التقط لك الصوت ديالك ولا سجله ولا بثه البث نشره أو توزيع وزعه على الناس صيفطه على حنا حتى التوزيع، وملي كتصيفط في الواتساب ولا في البريفي راه كتوزع أقوال يعني هضرة أو معلومات، شي معلومة ديال شي كتعلق بواحد الشخص صادرة بشكل خاص أو سري، كنهضر معك في التليفون في مكالمة خاصة وأنت كتسجلني. أكيد أنه عندما أقوم يعني المحاضرة في مكان عام هذا ما كيعتبرش وضع خاص، بمعنى أي شخص عنده الحق يسجلني. ملي كتكون مثلا أنت كصحفي كتكون في شي دوا وكطرح سؤال، أي واحد ما عنده الحق يسجلك ويسجل الهضرة ديالك، هذا ماشي مشكل. كي ملي كتكون في دارك ولا في أماكن خاصة ما القانون كيمنع أو يجرم ويعاقب على هذا الفعل. نكملوا، أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات، حتى المعلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها. أنا راه عندي مشكل مع واحد السيد ولا مع واحد السيدة، شنو وقع لينا وسجلتي أنت ونشرتيها، سجلتيها جريمة، يعني التقاط أو بث أو تسجيل راه جريمة، غير تسجلها كاع بلا ما تنشرها، نشرتيها جريمة، وزعتيها صيفطتيها في البريفي في الواتساب لصحابك ولا واحد 3 ولا 4 ديال الناس، راه حتى هو يعتبر جريمة إذا ما كانش هذا الشخص موافق على هذه العملية ولا هذا الفعل اللي قمتي به. أيضا جاء المشرع وتأكد لنا يعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا، ضروري يكون عنصر العمدي، وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة ديال الشخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. الفقرة 447 جوش اللي كيعاقب بمقتضى المشرع من 1 إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20,000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير به. هضرنا على أنه ما خصكش تصور شي واحد في مكان خاص وتنشرها بلا الإذن ديالو، هضرنا على أنه ما عندكش الحق تسجل شي واحد، تسجل الهضرة ديالو الخاصة في مجالس خاصة وفي أماكن خاصة بدون الإذن ديالو، ما عندكش الحق تنشرها وما عندكش الحق توزعها، بمعنى تصيفطها في ميساجات. أيضا المشرع تيجرم المسألة ديالها تشد الهضرة تركبها ولا تصنع شي حاجة شي صورة ولا شي كلام، حيت كاين بعض المرات كياخذوا واحد الفيديو تيديروا له كلام آخر يسيء لهذا الشخص، كتشد شخص مثلا الصورة ديالو كدير له كتردو قرد ولا كتجيب هضرة كتلصقها الفيديو ديالو مثلا، هو تيبين بحال كيهضر هضره وهي ماشي هضرته، يعني هنا واش تسمى المشرع توزيع تركيبه مكونه من اقوال شخص او صورتي دون موافقتي او بثي، ايضا تبت ولا توزع ادعاءات او وقائع كاذبه باش تمس بالحياه الخاصه للاشخاص او تشهر به، بمعنى في الفيسبوك تتنشر على ان فلان راه شنو دار فلان الشفار
فلان شخص ساقط، فلان ضاعر، فلانة ضاعرة، فلانة كتمشي كدير كتفعل، ولا كتصيفطها ماشي غير كتنشرها، كتصيفطها ميساجات الأشخاص الآخرين، إما كتصيفط صورة مشوهة لذاك الشخص ولا ديك السيدة أو السيد، ولا كتصيفط هضرة فيها ادعاءات كذبة بكونهم مثلا كيرتكبوا جرائم أو كيديروا شي حوايج اللي كتمس الحياة الخاصة ديال الأشخاص وكتمس الاعتبار ديالهم بغرض التشهير بهم باش تشهر بهم.